افريكان وينرز، الترا المكشخين، بلاك اند وايت فايترز، بريغاد روج، ليدرز كلوبيست، باردو بويز، كلهم ينتميوا لعالم ما نشوفوه كان في بعض البرامج الرياضيه ولا في صفحات الجرايد، وفي اكثر الوقت للتنديد بما يسمى عالميا الالترا، ولا كيحبوا يهمشوهم يسميوهم اوليغانس. حتى واحد ما حاول يفهم الظاهره هذه، شكونهم؟ علاش منغلقين على رواحهم؟ علاش عندهم الاحساس العميق بالانتماء للمجموعه والفريق؟ وعلاش يتسموا خارج السيستم؟ علاش يرفضوا السلطه ويواجهوا الامن؟ فيلم اتيتيود يحاول يطرح التساؤلات ويحاول يخليكم تفكروا فيها بعد ما تسمعوا اراء الاطراف الكل.